بعد يعني قبل 2003 كان لدينا في العراق ما يقارب 40,000 فلسطيني لاجئين متوزعين ما بين بغداد والبصرة والموصل. بعد أحداث 2003 صدرت الكثير من القرارات، بدأها بول بريمر الحاكم المدني عندما أصدر القرار رقم 50 بتحويل صفة المواطن الفلسطيني من لاجئ مقيم دائم إلى لاجئ إلى لاجئ. أيضا ألغيت كثير من الامتيازات من قبل الحكومات العراقية، مثلا ورثة المتقاعد المتوفي لا يحق لهم يعني قبض راتبه، أيضا مجانية العلاج أيضا ألغيت عنهم، التنافس على مقاعد الدراسات العليا. هذه كلها قرارات الحكومات العراقية كلها قامت بإلغاء كل ما كان يستحصل عليه الفلسطينيون قبل 2003. الحكومات العراقية أصدرت الكثير من القرارات التي ألغت هذه الامتيازات. أعداد الفلسطينيين الموجودين يعني ما بين 40 إلى 42 ألف الآن، يعني ما يوجد في العراق قد يكون أقل من 5,000 مواطن فلسطيني.